FM. الكلمة ليك. اليوم أنت راك تقول أنا عندي مطالب اجتماعية عندي إلى آخره، لكن فما شكون ينتظر ويتربص، خصوصا نحن إذا كان نقرأ أدبيات الجماعات هذه تقول أنه لابد من وجود لحظة صفر للانقضاض. هذه اللحظة صفر لا يمكن أن تكون إلا بإشاعة الفوضى. وهنا باش نقدم شوية في الحديث المرة هذه باش الناس تفهم رواحها على شنو قاعدة واقفة. نحن نشوف مليح أنه وحداتنا الأمنية والعسكرية قاعدة تخدم في خدمة جبارة، وقداش اكتشفنا مخزن أسلحة، وتعرف مليح أنه في 2011 عام ونص تونس مراكزها الحدودية محروقة، عام ونص فماش أمن على الحدود، عام ونص الحركة متاع الكونترا ومتاع التجارة بكل أنواعها كانت للأسف كانت الدولة منهارة، ونعرف الناس كل شنية اللي صار وقتها والأخطاء اللي اقترفناها، لأنه في نهاية الأمر وقت تعمل ثورة هذا أمر محمود، لكن فما مسائل مهمة وتقرأ حسابها الغدوة باش تحافظ على ثورتك، لأنه الديمقراطية هي مكسب، الديمقراطية نجم نخسروها إذا كان لا قدر الله الإرهابيين تمكنوا من مشروعهم، وهذا لابد أنه الناس كل نقفوا ضده، لأنه حماية الأمن القومي هي حماية للديمقراطية في حد ذاتها مش العكس. اليوم الله أعلم هل أنه هذه هي آخر المخازن تاع الأسلحة ولا لا، معناها نعرف أنه الناس هذه تنتظر في حالة فلتان وحالة هيجان. الكلمة ليك.